بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وعلمنا شرائع دينه وأرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا أفضل كتبه وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين واختار لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده، ومن لا غنى له طرفة عين عن جوده ورحمته. أحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. قام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى أتاه اليقين، فجزاه عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك طريقهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، هنيئا لكم، أمركم الله سبحانه وتعالى بالصيام فصمتم، وسن لكم رسوله صلى الله عليه وسلم القيام فقمتم، تعبدتم إلى ربكم سبحانه وتعالى بالصيام نهارا وبالقيام ليلا، كففتم جوارحكم عن المحرمات وتقربتم إلى ربكم تبارك وتعالى بالطاعات، فهنيئا لكم، وهذا يوم فرحكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا يوم فرح وأنتم تنتظرون فرحا يوم لقاء الله تبارك وتعالى، تفرحون أن أتم الله تبارك وتعالى عليكم النعمة، قواكم على الصيام وأعانكم على القيام، فتفرحون بفطركم كما أمركم بالكف عن الطعام والشراب والمفطرات، فكففتم أنفسكم طاعة لله عز وجل. ها أنتم تتناولون طعامكم وشرابكم في يوم فطركم بإذن الله أيضا، فإنما الفرح يكون لأن الله هو الذي أمر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أباح. تفرحون بفطر
شاء الله تعالى يوم لقائه سبحانه وتعالى تفرحون بلقاء ربكم، تفرحون بصومكم، ولما لا يفرح الصوام؟ وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوبهم وعتق رقابهم، لما لا يفرح الصوام؟ وقد مد الله سبحانه وتعالى في الأجل وأعان على العمل، لما لا يفرح الصوام؟ وقد تنافس الجميع في طاعة ربهم، الصغير والكبير الكل تنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا كان بحول الله وقوته، فلا يدخلنكم العجب بالعمل، ولا تستكثروا على ربكم سبحانه وتعالى ركعات أو أيام معدودات، فإنما كان ذلك كله بحول الله وبقوة الله سبحانه وتعالى، الفضل يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الذي بلغنا رمضان؟ ومن الذي أعاننا على الصيام؟ ومن الذي قوانا على القيام؟ والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صمنا، ولا صلينا. والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صمنا، ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن رمضان بحق مدرسة ربانية شرعها الله سبحانه وتعالى لتتربى الأمة على معان إيمانية تصلحها، تقوي إيمانها، ترفع من شأنها، تثبت أقدامها على طريق ربها تبارك وتعالى. لو علم العالم ما في مدرسة رمضان من الفضائل لجعلوه مدرسة عالمية، ولكانت هذه المدرسة الرمضانية كفيلة بأن تقي هذا العالم كل شروره. مدرسة الثلاثين يوما، مدرسة ربانية. ماذا نتعلم فيها؟ علمنا ربنا عز وجل فيها الإخلاص، إذ الصيام تجريد النية لله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا رياء في الصيام. ما أحوجنا فعلا للإخلاص حتى نتخلص من خيوط الأرض ونتخلص من التبعية إلا لله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى الإخلاص لنسلم وجوهنا لربنا تبارك وتعالى، لا نكون أرضيين وإنما نكون ربانيين، نسلم الوجه لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أحوج الأمة إلى الإخلاص في كل شيء حتى ترتفع إلى السماء ولا تخلد إلى الأرض. ما أحوج الأمة إلى الإخلاص الذي يجعلها حرة. إن الذين يتشدقون بالحرية ويقولون الحرية هم في الحقيقة في غالب الأمور عبيد لبشر مثلهم. هم في الحقيقة عبيد لشهواتهم، عبيد للمال والشهوة، وعبيد للنزوات والشهرة، عبيد في الحقيقة، دعاة الحرية المطلقة. أما الإخلاص فهو الحرية في كمالها وتمامها، إذ أن المخلص لله تبارك وتعالى يتخلص من التبعية من عبودية المال، ومن عبودية الجاه، ومن عبودية المنصب، ومن عبودية الشهرة، يتخلص ويصير خالصا لربه تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. علمتنا مدرسة الثلاثين يوما تقوى الله سبحانه وتعالى. كيف يعيش البشر بلا تقوى؟ علمنا الصيام تقوى ربنا سبحانه وتعالى. كنا نصوم
فنتقي في صيامنا ربنا تبارك وتعالى، بل إن التقوى هي غاية الصيام، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إذ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمة تدخل مدرسة الثلاثين يوما لتخرج منها أمة تقية، أفرادها أتقياء يعبدون الله كأنه يراهم، فإن لم يكونوا يرون ربهم فالله مطلع عليهم، يراهم سميع عليم بصير بأحوالهم، لا تخفى منهم على ربهم تبارك وتعالى خافية. ما أحوجنا إلى أن نعيش أتقياء لله تبارك وتعالى، نراقبه في سرنا ونراقبه في علانيتنا، نراقبه في شغلنا ونراقبه في فراغنا. هذا مقام الإحسان، هذا مقام الإحسان الذي تربي مدرسة الثلاثين يوما أبناءها عليه. والأمة محتاجة إلى أفراد أتقياء، نحن محتاجون إلى حاكم تقي يستشعر المسؤولية، نحن نحتاج إلى حاكم يحكم بين الناس بالعدل والسوية، نحن محتاجون إلى حاكم تقي يستشعر مسؤوليته. عن رجل أعرابي جاء من البادية معه امرأة يصيبها المخاض، فيذهب الحاكم إلى بيت مال المسلمين فيحمل على ظهره ويقول لخادمه أتحمل عني يوم القيامة؟ التقوى نحن في حاجة إلى حكام أتقياء يستشعرون المسؤولية، لا عن البشر وإنما حتى عن الحيوانات. لو عثرت بغلة في الفرات لسئلت عنها يا عمر لما لم تعبد لها الطريق. مدرسة الثلاثين يوما تربينا على التقوى، لأننا في حاجة إلى العالم التقي الذي هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، يتقي الله تبارك وتعالى في كلمته، ولا يفتح على الأمة أبواب خلاف ولا أبواب شر. نحن محتاجون إلى الطبيب التقي الذي إذا دخل عليه المريض لا يشعر إلا بشعوره، يشعر أنه هو الذي يتألم، يشعر بشعوره. طبيب تقي لا يسعى إلى ابتزاز مرضاه ولا مص دمائهم. نحن في حاجة إلى المهندس التقي، إلى المعلم التقي، إلى الحرفي التقي. الأمة في حاجة إلى أتقياء، لذلك يربيهم ربهم تبارك وتعالى على التقوى في مدرسة الصوم لحاجة أمتهم إلى أفراد الأتقياء. راهن أيها الأحبة، لو فعلا خرجنا من رمضان أتقياء لله تبارك وتعالى لأغلقت الحانات ودور الرقص من رمضان أتقياء، لا أصلح الله تبارك وتعالى المصالح الحكومية والإدارات لو خرج الناس. وما المصالح الحكومية والإدارات إلا أنتم أيها الصوان الذين خرجتم من مدرسة الثلاثين يوما، ما أصلحت المصالح والإدارات ولما صارت هناك شكاوى كثيرة جدا يضج الواحد منا من أخيه لأنه لم يتق الله تبارك وتعالى في مدرسة ربانية تربينا أيضا على الصبر. الصيام كان صبرا على ألم الجوع والعطش، كان صبرا على طاعة الله وعلى القيام بالليل والصيام بالنهار، وصبر عن المحرمات. والأمة محتاجة إلى أفراد يصبرون عندهم صبر لا يجزعون، والصبر يحتاجه كل إنسان، إذ المهمات لا تتم إلا بصبر، لا تتم طاعة عبادة ولا عادة إلا بالصبر. إذا لم يصبر المصلي على صلاته ماذا يحدث؟ ينقرها نقر الغراب. وإذا لم يصبر الحاج على حجه والمجاهد على جهاده ماذا يحدث؟ بل إن طلب العلم لموسى عليه السلام إنك لم تستطيع معي صبرا، فيقول المتعلم
الصبر حتى تتم الطاعات ونهجر المحرمات. نحن في حاجة إلى الصبر حتى نثبت على طريق ربنا تعالى. ولذلك هذه المدرسة الربانية مدرسة الثلاثين يوما تربي أبناءها على الصبر لحاجتهم إليه في الشدائد والرخاء، في الرخاء والشدة، في اليسر والعسر. ماذا علمتنا مدرسة الصوم؟ علمتنا مدرسة الصوم الإرادة والعزيمة. المسلم يحتاج إلى إرادة صلبة وإلى عزيمة. علمنا ذلك. إذ أن الطعام حلال مباح والشراب كذلك والشهوات الحلال حلال، لكن الله سبحانه وتعالى قال كف عنها طاعة لله عز وجل فصارت عندك إرادة. الطعام والشراب أمامك وأنت ممنوع عنه بإرادتك طاعة لله تبارك وتعالى. إذا تتربى الإرادة القوية. لحاجة أمتنا إلى أفراد عندهم إرادة، عندهم عزيمة، يستطيعون بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة أن يحققوا لأنفسهم ولأمتهم النجاحات في كل مجالات. إذا كان الإنسان قويت إرادته فلاح الله له، ألا تقوى إرادته على ترك المحرم الدار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. نحن محتاجون إلى أفراد عندهم عزيمة وإرادة صلبة كتلك التي كانت عند الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا علمتنا مدرسة الصوم؟ علمتنا أننا وإن اختلفت أجسادنا وأشكالنا واختلفت أسماؤنا إلا أننا قلب واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن الغني امتنع عن الطعام والشراب ليصير مشاركا لأخيه الفقير في قلة الطعام والشراب وغياب الطعام والشراب عنده أيام، حتى يتربى الغني على الفقر بأمر الله سبحانه وتعالى. وحمل الغني ماله زكاة مال وصدقة فطر إلى إخوانه الفقراء، والفقير نفسه لما جاءته الصدقة وصار عنده ما يكفيه وزاد عن قوت يومه وليلته ليلة العيد صاع، دفعه إلى آخر من إخوانه من المحتاجين والفقراء. أمة جسد واحد يشعر أقصاها بأدناها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ونحن في حاجة في الحقيقة أن نستشعر هذا المعنى في حياتنا. إن أخاك هذا الذي تبيع له أو تشتري منه هو أخوك، تبيع له تشتري منه تتعامل معه، أنت في حاجة إليه، هو أخوك في صورة أخرى. كان الواحد منهم يقول لو كان من الممكن أن أعطيك عينا من عيني لأعطيتك أعطيك عينا من عيني وإنما أعطيتك واحدة من الاثنين حتى أراك بالأخرى. أخوة أيها الأحبة تجعل الناس جميعا أخوة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. لو استشعرنا هذا لن تجد ظلما ولن تجد إساءة ولا فحشا ولن تجد شكوى، لأن المسلم أخو المسلم. ماذا علمتنا مدرسة الثلاثين يوما؟ علمتنا كيف إذا وثقت الأمة نفسها بكتاب ربها تبارك وتعالى. ماذا لو وثقنا العلاقة بيننا وبين كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ لما نزل القرآن على قلوبنا في رمضان في أثناء الليل وأطراف النهار، ماذا أحدث
العمل أدومه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فلا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذا علمتنا مدرسة الصوم هذا وغيره مما يضيق الوقت عنه فما الواجب علينا إلا أن نجعل هذا العلم واقعا في حياة المسلمين، إلا أن نجعل ما تعلمناه من الصيام في رمضان واقعا حيا نفعله بيننا كمسلمين، إخلاص لله تبارك وتعالى، تقوى لله تبارك وتعالى في السر والعلانية، صبر على الطاعات وصبر عن المحرمات وصبر عما يصيبنا من الآلام والأخبار الموجعة، إرادة صلبة وقوية، إحسان إلى إخواننا، قرآن ربنا تبارك وتعالى نتلوه ونرتله ونعمل به آناء الليل وأطراف النهار. عباد الله، مدرسة الثلاثين يوما تدعوكم إلى أن تعيشوا في بركات الطاعة كما عشتم فيها أثناء رمضان. إن ألسنتكم تنطق بالبركة التي حلت في الزمان وحلت في المكان، البركة التي حلت في الطعام والشراب، البركة التي حلت في الأزواج والأولاد والبنات، هذه البركة بسبب طاعتكم لله تبارك وتعالى وبسبب تقواكم لله عز وجل. فإذا أردتم أن تنزل عليكم البركات من السماء وأن تخرج الأرض بركاتها فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فافرحوا عباد الله بأن الله سبحانه وتعالى أعانكم فصمتم وأعانكم فقمتم، وكونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، وإملأوا هذا اليوم المبارك بطاعات ربكم تبارك وتعالى. وقد جمع لكم عيد الجمعة يوم الجمعة ويوم الفطر، اسعدوا بطاعة ربكم سبحانه وتعالى، وسعوا على الأولاد، وسعوا على أبنائكم، ويجوز لكم ما يجوز ما جوزه الشرع من اللهو المباح، لكن أن يعصي الناس ربهم تبارك وتعالى. أيكون هذا هو شكر النعم؟ لقد رأى أحد السلف الناس يلهون في يوم العيد، فلو قال لو كان الله سبحانه وتعالى قد طبيكم هذا ليس فعل الشاكرين، ليس فعل الشاكرين أن يعصوا الله تبارك وتعالى إذا كان قد قبل الصوم والقيام والطاعات، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ربكم فما هذا فعل المردودين. الناس تستشعر طاعة ربها سبحانه وتعالى في الحل والترحال، وندور مع إسلامنا حيث دار ونطيع ربنا تبارك وتعالى، فلا معصية في مثل هذا اليوم، إنما نصل فيه الأرحام، من وصل رحمه وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قالت هذا مع مقام العائد بك من القطيعة، قال لها لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك، فصلوا أرحامكم تطول الأعمار، يبارك الله تبارك وتعالى في العمر ويوسع الله تبارك وتعالى في الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. فهنئا لكم أيها الصوام أن أعانكم الله تبارك وتعالى على الصيام والقيام، واستمروا على طاعة ربكم تبارك وتعالى بعد رمضان، لا تكونوا رمضانيين وإنما كونوا ربانيين. سيردكم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصيام لما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فصيام بعد الصيام وقيام بعد القيام وصدقة ونفقة بعد الصدقة والنفقة، هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى يودعون رمضان بستة أشهر ويستقبلونه بستة أشهر، فكانت السنة كلها رمضان.
أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم كما جعلت هذا اليوم فرحا لنا، فاجعل هذا اليوم فرحا لإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أدخل عليهم الفرح والسرور بالنصر والتمكين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واحقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وعجل لهم بالنصر المبين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى محاسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لنا لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم من أراد بنا وبالإسلام ذلا فأذله. اللهم من أراد بنا وبالإسلام عزا فأعزه، ومن أراد بنا وبالإسلام ذله واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.